أخبار اليوم. بسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا، أحييكم يا أحبائي. يقول الكتاب المقدس: هوذا ما أحسن وما أحلى أن يجتمع الأخوة معا كالطيب الكائن على الرأس، لأن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد. فحينما يجتمع الأخوة معا بمحبة وشراكة حقيقية يأمر الرب بالبركة والحياة. أذكر كويس قوي يوم ما ابتدينا هذا المشروع وزرنا فضيلة الشيخ علي جمعة، كنا بنقول يا ترى فضيلة الشيخ هيقول إيه، فلقيته قال لي اللي انتوا عايزينه ودون أي شروط يكفي أن نعمل معا. فأنا فاكر هذا اللقاء كويس قوي، وكانت فرحتنا أن نبدأ عملا مشتركا، أكبر مؤسسة بتعمل الخير في العالم الإسلامي، مؤسسة مصر الخير، وأكبر مؤسسة أيضا في الكنيسة القبطية أسقفية الخدمات. فكان ما أحسن وما أحلى أن يجتمع الإخوة معا. وجاء اليوم الذي استجتمع فيه واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية الإسلامية وواحدة من أكبر المؤسسات الخيرية المسيحية في مشروع واحد لتنمية شباب مصر. فهذه هي مصر، مقال كما قال فضيلة الشيخ علي جمعة، هذا النموذج لكي يأذى كل الذين كل المتربصين بنا. إن يعتبر اليوم وهو ختام المشروع هو بداية ناجحة لمشروعات أخرى، لإعلان شراكة مصر، مؤسسة مصر الخير مع أسقفية الخدمات بالكنيسة القبطية. ده المشروع الأول، وإن شاء الله يكون فيه مشروعات كثيرة. فهذه هي روح مصر التي نولنها بالحب أمام الجميع. مصر المباركة التي باركها الله تبارك اسمه بقوله: مبارك شعبي مصر. مصر الحكمة، فقد اشتهرت مصر بالحكمة كما جاء في الكتاب المقدس: وعطى الله سليمان حكمة وفهما كثيرا جدا، ورحبة قلب كالرمل الذي على شاطئ البحر، وفاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق وكل حكمة مصر. فقد اشتهرت مصر بالحكمة. مصر الجمال والخصوبة، كما جاء في قصة إبراهيم ولوط، أن لوط رفع عينيه ورأى كل دائرة الأردن كجنة الله كأرض مصر. مصر التي قال عنها الزعيم الراحل مصطفى كامل: لو لم أكن مصريا لتمنيت أن أكون مصريا. مصر التي قال عنها الشاعر فاروق جويدة: لو لم تكن مصر العريقة موطني لغرست بين ترابها وجداني، وسلكت درب الحب مثل طيورها، وغدوت زهرا في ربا بستاني، وجعلت من عطر الزمان قلائدا، ونسكت بين قبابها إيماني. إنها مصر التي نحبها، التي قال عنها المتنيح البابا شنودة: إن مصر ليس وطنا نعيش فيه، إنما وطن يعيش فينا. وأختم كلماتي يا أحبائي بكل الشكر لكل من تعبوا في هذا المشروع، من مؤسسة مصر الخير، ومن إخوتي في أسقفية الخدمات، وعلى رأسهم نيافة الحبر الجليل الأنبا يوليوس الذي زان أسقفية الخدمات، دكتور هاني وكل خدام والخادمات. وأختم كلماتي يا أحبائي بكلمة قلتها في بداية هذا المشروع: إني أدعوكم جميعاً أن نحب الخير، وأدعوكم جميعاً أن نحب الغير، وأن نحب الخير للغير. أدعوكم جميعاً أن نحب الخير، وأدعوكم جميعاً أن نحب الغير، وأدعوكم جميعاً أن نحب الخير للغير، ونحب مصر الخير وشيخها الجليل فضيلة الدكتور علي جمعة. وأشكر حسن إنصاتكم، راضي لكم كل خير.